الرائد سياري الطيب قائد الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بسيدي علي في إطار تنفيذ مخطط العمل الصادر عن قائد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني ببوسغانم المتعلق بمحاربة ظاهرة الهجرة غير الشرعية عبر البحر، وبعد معالجة معلومات مفادها أن الضحايا الذين رفضتهم أمواج البحر والمقدر عددهم بثمان أشخاص لحد الآن منهم 2 قصر و6 أشخاص بالغين، تمكن أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بحجاج من تفكيك شبكة إجرامية منظمة تعمل على تهريب المهاجرين بطريقة غير شرعية، أين تم توقيف 7 أشخاص من بينهم امرأة وحجز 4 هواتف نقالة مسجل كاميرات مراقبة سيارتان. يقوم أفراد الشبكة باستعمالها. سوف يتم تقديم الموقوفين أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة سيد علي فور الانتهاء من التحقيق. هذا وتبقى قنوات الاتصال بين الدرك الوطني والمواطنين مفتوحة طيلة أيام الأسبوع عبر الرقم الأخضر 1055 وموقع الشكاوى المسبقة.